يا رب تكون في احسن حال. النهارده يا جماعه هنكلمكم في موضوع مهم جدا جدا، واللي هو اغلب المربيين بيعانوا منه. هو ايه بقى الموضوع ده؟ هو تساقط الشعر بتاع القطط. هو الشعر من اكتر المشاكل اللي بيواجهها المربي بتاع القطط، وكمان بيواجهها اكتر الراجل اللي بيربي الكلاب. دلوقتي عايزين نشوف حل للموضوع ده، وايه اسباب ان القط او الكلب شعره بيقع كتير ليه. انا هقول لك الاسباب. اول سبب يا جماعه، وهو وجود مرض معين او مرض او فيروس بكتيري بيضرب الجلد بيخلي الموضوع ده يحصل، او وجود فيروس بيخلي الموضوع برضه يتكرر بشكل دوري. عدم الاهتمام بجرعات الديدان برضه من ضمن اشهر الاسباب، ولو انا استخدمت نوع الديدان مش كويس او رديء بيسبب برضه موضوع تساقط الشعر، مش بيحل لي المشكله اللي انا عايزها تتحل. بجانب ان انا عايز القط بتاعي يشد حيله ويكون جسمه كويس وجسمه راضي، اهتم بموضوع جرعات الديدان. كمان يا جماعه اخطر سبب ممكن المربي ما ياخدش باله منه هو وجود طفيلات في الكلاب والقط زي القراد والامل في القطط. ده برضو من اشهر الاسباب اللي دايما المربي ما بيكونش واخد باله. يا جماعه ان احنا نعتمد على نوع دراي فود سيء او غير معلوم المصدر، ده برضو من ضمن الاسباب اللي بتساهم بشكل كبير جدا في تساقط الشعر. واللحوم النية برضو بتسبب كده، والرجول والروس والحاجات والاكل الني واللانشون والحاجات اللي زي كده هنتكلم عنها برضو باستفاضة، وهنقول ان هي بتعمل ايه اكتر من كده غير تساقط الشعر، وهقول لكم في حلقة باذن الله جديد. كمان يا جماعة، ودي المصيبة الاكبر اللي اغلب المربين بيقعوا فيها، وهي ان انا بدي القط بتاعي الشاور بشاور جل او شامبو عادي زي كلير والحاجات اللي زي كده والمنتجات دي. ده بيخلي القط ممكن يحصل له قدر الله طفيلات او فطريات، وبيسبب ان الشعر بيكون ملبك كده ما بيخليش الشعر كويس. يا ريت لو انا هدي شاور يكون بشامبو خاص بالقطط والكلاب، لو انا هستخدم حاجه بشري يبقى نيزابيكس او بيتادين شامبو، دول المسموح بيهم. وباذن الله انتظرونا بقى في كل جديد، وان شاء الله انتظرونا في حلقه اقوى من كده ان شاء الله.